دخلت ولا ما دخلتش؟ هيبان ياما وعاوزه الرضا وانا وافقت. مفيش رضا. قم قم، هتدخل عليها دلوقتي وتطمني، والا يبقى كلام الناس صح. كلام ايه ياما؟ مين؟ مفيش كلام ولا حديد. قبل ما تخش وتطمني ياما. ما تفوريش دمي. اشوف دمها. قلبي يهدى. غور عاوزك. قلت لك بالرضا وانت وافقت. راشد قدامي كان ولا مره؟ قدامي شر. شر يا بنت اسماعيل؟ انا بقى هوريك الشر بدل الرضا. مش نافع يا انا. انت لو هتاخدني غصب هتشوف. انا ولا انت؟ هكرهك ليوم الدين. محدش يفرق معايا اذا كنت تكرهيني او تحبيني. اقعد يا نزار. تحت امرك. اعذريني يا بنت الناس، اعذريني. طول عمري عايش وحدي، يا دوبك قعدت مع امي سنين قليله، واللي فاكره منها اجل. يوم ما قلبي اتشعلك، اتشعلك بأمل بعيد قوي، وانت جيتي مع راجل لا قلبه معاكي ولا قادر يسعدك. سامحيني يا بنت الناس. سامحاك يا جابر. أنا كمان قلبي مش قاسي وحاسس بيكي، ولو كان بمزاجي يا نزار أنا كنت قربت. وانت حرة يا بنت الناس، هتستحمليني اللي انت عاوزاه. انا عاوزاك زي ما انت عاوز. بص، انت طول عمرك وحدك وغريب، وانا طول عمري من نخاس لراجل لنخاس لراجل تاني، كذا راجل، كل راجل سن وشكل وطبع ولون، حتى ما بقتش فاكراه. انت اول راجل اقعد معاه في حياتي ويبقى ملوش غرض مني، كان نفسي تحبني لكن حب حبك. خليني جارك. مبسوطة؟ براحتك يا نظام، براحتك. هوديني في حالي لحد ما ربنا يزن. أهودك بس تاكل. ها خير؟ تمام. بنت بنوت. تبقى رحمة كداب. رحمة مين وجلت ايه؟ جلت اللي جلته. خلاص، ما دام عروستك زينة يبقى خلاص. ياما قولي لي جلت لك ايه؟ ما جلتش حاجة، سيبني في حالي. مش هسيبك ياما الا ما تقولي لي جلت لك ايه؟ هخش اشوف البنت. استني ياما، استني استني، هقول. سيبني اشوف البنت. يخيبك يخيبك. سامحيني يا بنتي سامحيني. برضو الرجالة تعمل كده؟ مش قد الحال البنية كده ليه؟ حرام عليك. سامحينا يا بنتي سامحينا. قولي لي سمعتي ايه عنها؟ ما سمعتش. غور. قولي لي بدل ما اجيب اجلها. اكتر من كده، ما انت جبت اجلها خلاص. هتقولي ياما ولا اكمل عليها؟ يعني اقول على حاجه ما حصلتش. دي مره مبهدله، قالت ان مراتك عاشقه جابر، وده والحمد لله. شفت بعينك البنت نظيفة وبنت بنوت. لا ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد. قولي لابوها. وي اقول لابوها حاجات زي دي كيه؟ راجل يتصرف معاها، امال الحريم هتتكلم في كده؟ انا ما صدقت ربنا على الدلالة. ليه؟ ليلى بايرة ولا عانس؟ ده ابوها اسماعيل عانس انه رمح، وخالها شيخ العرب همام. ايوه بس مش عارفة حكايتها معقدة ليه من الأول وهي مش سالكة معاها. حرام يا شمش الكلام دي. أمال إيه؟ فهميني. أول راجل يسيبها في الجبل ويطير، والتاني يبقى عامل زي الغول وينهاش هنش. ليه يا بوي؟ ملهاش ناس؟ قولي لجوزك الأول. سكت.
الحمام او اكل انا مرض عيسى دايره تجن على بيتي. يرضيك يا صالحه؟ عملت ايه المره الملكومه؟ طول عمرها ما تهديش على صلاحها. العبد حنة قالت شاربان اللي عندي انها سمعت رحمه هتقول لحمد بنتي مرات ولدك عشقه. ايه هي قالت كده على بنت اخوي؟ هتشوفي تمن الكلمه دي ايه يا رحمه. انتي لمي دورك وطلي على بنتك. لقيت الحكايه زادت خدي بنتك في يدك واطلعي على بيتك وردي عليها بابك وقولي لابوها اسمعي الراجل مش هيسكت. هيتحضر يا ام العروس. حضروا لك الكفن انت وولدك ان شاء الله يقطع اليوم اللي شفناكم فيه. ليه كده يا ام العروسه؟ جايه تشتمينا ببيتنا يا بنت عمي؟ واقلع عينك برضو بنات الناس تعملوا فيها كده؟ ليه ولدك مجنون؟ انا ولدي ما فيش اعجل منه هيتجلع مع عروسته كمان هنخشه في جلع العرسان. يتجلع؟ يكسر عظمها ويضربها ويغصبها ويتجلع؟ ما عاوزين الجلع. سر المرة مع جوزها واللي يخش فيه بارد. صح انا مرة باردة اني رميت بنتي عند ناس ما عندهاش دم. يعني ده جزاتنا اللي لمينا عركم وسطرناه؟ ده حتى ولدي اصيل وسكت قال بنت عمي ما تتفضحش. راجل تاني ما كانش يقبل ان مرة تكتب عاشقة. يعني ما تتفرديش وتتني قوي كان بنتك مش معيوبة. بنت مين اللي معيوبة يا مستر؟ والله لا تلعب مركوب واضربك بيها على راسك وفي بيتكم. هتضربيني وفي بيتي؟ عشان متربية بس هعطيك ولدك من ضرب المركوب من الحريم. وانت يا بنت خليكي في بيت جوزك ونمد يده عليكي تاني بسكين. مش هقولك تعالي معايا لا تفتكرنا من المعدة الخايفين.